بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دمشنا بعض لي نوسيون دو باز وبعض الأساسيات في الـ HTML، غادي ندوزو لواحد الباليز مهمة وبزاف ما كتستخدم في وسط الـ HTML. هاد لا باليز هي اللي كتديفيني ليها واحد الباراغراف في وسط الـ HTML، اللي هي لا باليز بي. لا باليز بي بهذا الشكل اللي فيها لا باليز دوفيرتور و لا باليز دو فيرميتور بهذا الشكل. هاد لا باليز كنكتب في وسطها واحد الباراغراف، نكتب مثلا سوسي ولا ستان الباراغراف، باراغراف باش. اذا هادي عبارة على هاد الباراغراف. نجي مثلا نافيغاتور ندير اكتواليزي، كنلاحظو كتب لي ستان باراغراف بهذا الشكل. نقدر نجي مثلا نهز هاد الكود هذا بهذا الشكل، هذا نحط مثلا واحد الباراغراف مثلا، مزيان باراغراف اخرى مثلا هنا بهذا الشكل. سيت ان اوتر باراغراف. اذا هادو جوج لي باراغراف، وقت ما في وسط شي ملي بغيت ندير شي باراغراف كنستخدم لا باليز بي. لا باليز بي كنفتح لا باليز بي، كنكتب لا باراغراف نتاعي، ثم كنسد لا باليز بي. نجي ندير اكتواليزي، كنلاحظو عطاني باراغراف اخر، ولاحظنا انه دار باراغراف الاولى ودار غوتو غلالين ودار الباراغراف الثاني، بمعنى ان كل باراغراف كتشد واحد لي سباس بوحده. طيب يقدر يجي شي يتسال، قلنا ما حنا علاش ما نكتبوش باراغراف هكا ليبر بهذا الشكل هذا، مع العلم ان في الاول هنا بان لنا التكست، ندير اكتواليزي بان لنا التكست ما تغير حتى شي حاجه. الاجابه غادي تكون هي ان هذا لي باليز بي هما اللي كيديروا لي واحد لا ديفينيسيون تاع باراغراف. الا درت هذه الكتابه بهذا الشكل هذا، البروغرام او لا نافيغاتور فاش كيكون تيتريتي هذه الباج هذه ما غاديش يعرف واش هذه باراغراف، غادي يحطها سولمون تكست، هادي غادي يعتبر التكست عادي. اذا الا بغيت نبريسيزي بانها باراغراف كنستخدم لا باليز بي. هذا من ناحيه. كاينه طريقه اخرى او لا واحد الشيء اخر كنديرو، علاش كندير باراغراف بين لي باليز بي فاش كنكون خدام بوتخ لونغاج مثلا سي اس اس او لا جافا سكريبت او لا اي حاجه. الا كنت مثلا بغيت ندير شي موديفيكاسيون على باراغراف، ضروري خصني نكون حاط لي باراغراف وسط بي، اللي غادي نهز هاد الباراغراف ونزيد هادوك لي موديفيكاسيون اللي بغيت، باغ اكزومبل لا لينيومون او لا تيكست او لا اي حاجه. هادشي كله غادي نشوفه في الفورماسيون نتاع سي اس اس ملي نساليو هاد الفورماسيون تاع لا شيميل ان شاء الله. طيب اذا قلنا لا باليز بي هي اللي مسؤوله عليا على باش نكتب واحد الباراغراف، وممكن فصل الباليز بي نجي ندير واحد بي اف باغ اكزومبل بهذا الشكل هذا. نجي مثلا ندير بي اف فصل، نجي نيكزيكوتي عفوا اكشيريزي، كنلاحظو سيتان او تو غالا لين باراغراف. اذا هنا كنحققو داك المبدا اللي كنا ديجا قلنا من قبل، انه ممكن ندير دي باليز امبريكي، باليز فوسط باليز، باليز فوسط باليز. بالنسبه لهاد بي ار او بي اللي كنا نذكرها من قبل، بالنسبه الا كنا خدامين حنت كنا لا شيمل عباره على بزاف لي فيرسيون، الا كنا خدامين فيرسيون اكس ام ال او لا فيرسيون اش اكس اش تي ام ال، هاد السلاش كيكون اوبليغاتوار او لا هاد السلاش هذا نتاع باش نسد هاد لاباليز بي ان كنستخدمو في الاش تي ام ال والاكس اش تي ام ال. بينما الا درت قلنا هاد بي ار افيك هاد السلاش كنستخدموها في لي فيرسون تاع لاش، اما في الاكس اش ام ال ولا في الاكس ام ال. بينما بي ار بهذا الشكل هادي هي سيبورتي باغ تو لي فيرسون ديال لاش تي ام ال. طيب بالنسبه لهاد الباراغراف بي كاينه بعض لي زاتريبي ممكن نستخدمهم، بحال لاتريبي اونلاين. هاد لاتريبي اونلاين سي با لابين باش نكرروها، عاودناه با مال دو فوا سونتخ. كنحدد لا لينيومون تاع الباراغراف، نجي نشوف كنلاحظ لا لينيومون تاع الباراغراف ولات في وسط السونتر. لا ميم شوز بالنسبة مثلا التايتل، عفوا باراغراف باغ اكزومبل مثلا على حسب لو شوا نتاعي. لا ميم شوز بالنسبة لا ديريكسيون، واش رايت تو ليفت ولا ليفت تو رايت ولا سوس. طيب اذا الى هنا غادي نكتفيو بعد بهذا القدر. هذا الشيء الواحد اللي خصنا نفهموه هو ان اون فوا بغيت ندير واحد الباراغراف في الدوكيمون اتش تي ام ال كندير هذا الباراغراف بين باليز بي، بين باليز بي باش كيعرف النافيغاتور انه كيتعامل مع باراغراف ماشي مع التكست سامبل.
إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.